في إصحاح 24 الجزء الأخير من 23 كان فيه تركيز على خطية إدمان الخمر، وصفها سليمان الحكيم بدقة وخوفنا منها وشرح لنا قد إيه بتضيع الناس وبتجلب خطايا كثيرة أخرى وبتخلي الإنسان مش واعيه ومش مركز في حاجة تاني غير الخمر، وبالتالي يهلك إلى الأبد كمان. صح 24: لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم. أحيانا الإنسان الروحاني لما يبص حواليه ويلاقي نجاح الأشرار، يلاقي معهم فلوس، يلاقي بيضحكوا، يلاقي بيتفسحوا، أو بعض أمورهم تكون سلكة في الدنيا، يتحارب بفكرة الغيرة أو الحسد، أو يقول اشمعنى، طب أنا بصلي أكتر، أنا بصوم، أنا بهرب من الخطية والتجارب ملحقاني، وهم عايشين بالطول والعرض وحياتهم سهلة. طبعا دي حيلة من الشيطان، ياما ضيعت ناس كتير، لأنه الشيطان مش بيوري للناس الحقيقة كاملة. يعني الأشرار حياتهم مش هادية ولا عندهم سلام، لا سلام قال إلهي للأشرار، لكن ممكن موقف معين يثير في داخل إنسان متدين روح الغيرة أو المقارنة، يصعب عليه نفسه يعني. لكن الحقيقة أنه الأشرار ما هماش سعادة، وحتى لو حياتهم أكثر استقرارا في فترة، ده مش معناها أنها تفضل كده على طول. والأهم من ده كله المصير الأبدي. حتى لو افترضنا أن الأشرار عاشوا حياتهم كلها سهلة ودخلوا من الباب الواسع والطريق الرحب، ده تعبير للمسيح، إنما رايحين على فين في الآخر؟ على الهلاك. ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك. هل ممكن واحد فينا يغير من واحد في نار جهنم؟ مش ممكن. لو تصورت إنسان في النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، ده لو قالوا لك الإنسان ده كان عنده كنوز الدنيا وكان بيأكل مش عارف إيه وكان مركزه إيه وكان بيعمل إيه، هي منظر واحد ليه في العذاب الأبدي يخليك تقول لا يمكن أقبل أكون زيه، مش عاوز أعيش زيه عشان ما انتهيش زيه. فلا تحسد أهل الشر، لأنه أنت بصيت بس على النهاردة ما شفتش بكرة. ما تغيرش منهم، لأن أنت بتغير من ناس نهايتهم وحشة. خلي عندك إيمان بالحياة الأخرى. زي الغني والعازر، يجوز من صفات لعازر الحلوة أنه لم يحسد الغني. الغني كان بيرمي الأكل والعازر بيهلك جوعا، أو العازر بيتألم في المرض والفقر، كما سمعناش أن العازر اتملأ قلبه حسد أو غيرة أو غضب على ربنا أو تذمر على حاله. في النهاية العازر كان يتعزى في حضن أبونا إبراهيم، وأما الغني الأناني كان يتعذب. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم. كلمة لا تشتهي دي جت كتير في الكتاب، وأشهرها ما جاء في الوصايا العشر: لا تشتهي ما لقريبك. إذن موضوع الشهوة ده تعليم عهد قديم وعهد جديد، دي وصية سرية مستمرة في العهدين. عشان كده المسيح لو المجد خد جزء منها بس وقال من نظر إلى امرأة ليشتهيها، إذا نعلق على موضوع الشهوة. لكن في العهد القديم كانت الوصية واسعة شوية: لا تشتهي ما لقريبك، لا امرأته ولا بيته ولا حماره ولا عبده ولا، بالتفصيلات يعني. ما تبصش لحد وتقول عاوز اللي عنده يبقى عندي، لأن ده بداية أنك تكرهه أو تغير منه أو تحقد عليه أو تسرقه أو تشتمت فيه لو حصل له حاجة. والحقيقة ده معناه أنك أنت مش شبعان. النفس الشبعانة إيه؟ تدوس العسل.
لو واحد شبعان بربنا يقولوا له في أكل حلو، قال لهم أنا مش محتاج، في فلوس كتير مش محتاج، في مركز كبير أنا ربنا أبويا. فالنفس الشبعانة الشهوات تنهار قصادها، هيعرض عليها الشيطان إيه شهوات إذا كانت شبعانة. لكن زي ما علمنا العهد الجديد الروح يشتهي ضد الجسد، لو ليك شهوات روحية الشهوات الأرضية تتضاءل. شخص كل شهوته أن الناس تعرف ربنا وفرحته وسعادته وغيرته على أنه الناس تقرب من الكنيسة والتوب، خلاص الأمور التانية ما تشغلوش. لو قالوا له ده أنت ليك واحد قريبك بقى معاه قد كده فلوس، موضوع مش في دماغه، هو عنده حاجة تانية شغلها، شهوة أخرى بتحركه. فلا تشتهي أن تكون معهم، يعني ما تبصش للناس دول وتقول يا سلام كان نفسي أبقى وسطيهم. لا، في طريق الخطاة لا تقف، في مجلس المستهزئين لا تجلس، خلي في ناموس الرب إرادتك. إذن الإنسان الروحاني يحرك شهواته في اتجاه روحاني، لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والذين يعيشون للجسد من الجسد يهلكون. يعني اللي هيعيش حياته كلها للجسد هتبقى نهايته شوية تراب. احنا لسنا مديونين للجسد لنعيش حسب الجسد. القديس بولس قال الحكمة دي، قال هو مين اللي سيئنا للسماء، جسدنا ولا الروح القدس؟ روح الله هو اللي ايه مسؤول عن خلاصنا، وهو اللي بيقودنا للسماء، فنحن مديونين للروح. اذا لما الروح القدس داخلنا يدفعنا للصلاة للصوم للجهاد، احنا مديونين له، مفروض نسمع كلامه. لكن احنا مش مديونين لأجسادنا، أجسادنا بالعكس جابت لنا المشاكل وجابت لنا الخطايا، فمش مفروض نسمع كلامه. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاختصاب وشفاههم تتكلم بالمشق. يعني أهل الشر دايما قلبهم بيفكر في المزيد، يلهج بالاختصاب، يعني الطمع بيحركهم، يحبوا يغتصبوا حقوق الناس، يحبوا ياخدوا أكتر يجمعوا أكتر. الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يقعون في شهوات غبية مضرة، ده تعبير القديس بولس تيموثاوس الأولى 6، ويطعنون أنفسهم بأوجاع كثيرة. دول يلهجون بالاختصاب، يعني ايه نايم صاحي عاوز اكتر عاوز اكتر عاوز اكتر. وبعدين ما انت هتموت وتسيب الكلام ده، وافرض بقى عندك فلوس كتير او بيوت كتير هتعمل بيها ايه؟ انما كلمة يلهج زي ما بنقولها في المزمور الاول، يعني ده موضوع شغله. احنا بقى الابرار في ناموس الرب الى ارادته وفي ناموسه ايه يلهج. هنا قلبه يلهج بس بالاختصاب، وشفاههم تتكلم بالمشقة، يعني كل كلامهم كلام عن التعب المؤدي إلى الشهوات. يعني تتعب عشان تجيب فلوس، تتعب عشان تنتقم، فهنا كل الكلام متعب، كل كلامهم مؤذي، فتبعد عنهم وتهرب منهم ولا تشتهي أن تكون واحد منهم أبدا. بالحكمة يبنى البيت. تلاحظوا دايما سليمان يحط الجانب المظلم وبعدين يرجع للجانب المضيء عشان تبان الأمور، لأن الحكيم يعرف يميز كويس قوي بين الظلمة والنور، بين الصح والغلط. فنقلب بقى على الصح، بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. القاعدة دي اتقالت كذا مرة، ان البيت اي بيت يبنى بالحكمه، بيت الله نفسه يبنى بالحكمه اللي هو المسيح له المجد، هو الصخره اللي على اساسها الكنيسه، فبالحكمه يبنى البيت. وبيت كل واحد فيكم يحتاج الحكمه، واي بيت خرب كان ناقص حكمه، اي بيت خرب اتهز على طول، يبقى التشخيص الاولاني ايه؟ نقص حكمه. يجوز الزوج ما كانش حكيم في احتواء مراته، يجوز الزوجة ما كانتش حكيمة في وضع حدود مع أهلها، يجوز الكبار ما كانوش حكماء في تسليم أولادهم أمانة الزواج، يجوز ما كانش في حكمة
ان الفلوس رخيصه، كانت الفلوس غاليه عليهم، ودي قله عقل، قله حكمه. يجوز ما كانش في حكمه الوقت، الوقت مهم بين الزوجين وبين الاب والام والعيال، فلو الوقت كده اتاكل بعد شويه تلاقي فجوه او جفوه وتلاقي مشاكل والبيت يقع. بس يمكن غياب الوقت اللي تحكم. الحكمه كمان حكمه الاعتذار، يجوز في زعله كان الموضوع عاوز حكمه الاعتذار، واحد يعتذر يقوم ايه يلم الموضوع، بس كل واحد ركب دماغه، يبقى قله حكمه قله عقل. مين اللي انتصر؟ الشيطان، وخرب البيت ليه؟ عشان كل واحد يقول انا مش غلطان، ما ده قله حكمه. في واحد ينقص الحكمه في تشخيص المشكله. المشكله ساعات تبقى فيك وانت دايما شايفها في اللي معاك، طب خلاص البيت مش راضي يمشي لانه ناقصه حكمه، ما تشخص صح، ما تقول انا في عيب وعيب كبير واللي معايا محتملني. ايوه في عيوب، طب بس انا عيوبي اكبر، بالحكمه يبنى البيت. حكمه التواضع تحرق الشيطان، حكمه الصلاه تحل مشاكل بيوت كثيره، حكمه التفاهم، الاستماع والانصات الجيد، التقدير، الاحترام، دي كلها حكمه. فبالحكمه يبنى البيت. اي بيت تلاقوه مهزوز اعرفوا انه ناقص حكمه. قولوا بقى حكمه صلاه ولا تواضع ولا اعتذار ولا صبر ولا تفاهم ولا استماع ولا وقت، ما كل دي بنود في الحكمه. الحكمه تعلمك ده كله. عشان كده الكنيسه، كنيستنا الحكيمه دي، حطت حاليا برنامج اسمه ارشاد المخطوبين او دوره اعداد المتزوجين. اصبحت ضروريه ليه؟ عشان بتعلمهم شوية حكمة قبل ما يتجوزوا، وأصبحت لازم من وراء المقبلين على الزواج. على الأقل محاولة من الكنيسة أنها تعلم ولادها، خليكوا حكماء، أنتوا داخلين على بيت وبالحكمة يبنى البيت، فبتعلمهم كل واحد مسؤولياته إيه، دوره إيه، التفاهم يمشي إزاي، الحدود مع الناس تمشي إزاي، الفلوس تتصرف إزاي، كل حاجة لها حكمة. بالحكمة يبنى البيت. برضو أي خدمة اسمها بيت، والكنيسة اسمها بيت، لو كانوا المسؤولين فيها غير حكماء الدنيا تلخبط. رحبعام استلم بيت كبير قوي اسمه مملكة إسرائيل، وبعدين خربها من أول أسبوع لأنه كان ينقص الحكمة، واسمه ابن سليمان. لكن راح مشي ورا شوية شباب ما كانوش حكماء، قالوا له مشورة وحشة هو قالها للناس، والناس انقلبت عليه، وكان لسه محدث يعني مش قد الملك يعني، وانقسمت المملكة لأنه كان ناقصه حكمة، ناقصه فهم. ساعات كلمة، جملة واحدة ممكن تلخبط الدنيا، ساعات تسرع في موقف ممكن يلخبط الدنيا، ساعات دخول شخص غير مناسب في موضوع يلخبط الدنيا. بالحكمة يبنى البيت، وبالفهم يثبت. لازم تبقى في مفهومية عشان يثبت. حتى لو خدنا البيت بالمعنى الهندسي، كلكم عارفين النهاردة المهندسين الشاطرين يرسموا ويحسبوا كل حاجة ويعملوا ديزاين متقن ويبقوا حكماء عشان يطلع المبنى ثابت ومستقر ويدوم مع السنين، ونتعرض للأمطار ولا الرياح ولا حتى زلازل يبقى قوي، يبقى هنا في موضوع في حكمة وفهم. وبالمعرفة تمتلئ المخادع، ده تشبيه لطيف، يعني كل أوضة في بيتك فيها معرفة. بالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة. يعني لو عندك حكمة بيتك يبقى مستقر وفي بركة وفي خير وفي ثروة. النهاردة الناس مستعجلة على الفلوس، بينما الأمانة والصلاة والحكمة الحاجات دي هي اللي تجيب النجاح، ويجي القرش منين ما يجي في الوقت المناسب. فالمخادع تمتلئ بالثروات لو كان فيها حكمة وفهم. الرجل الحكيم في عز، وذو المعرفة متشدد القوة. الإنسان الحكيم ربنا يديله عز، يعني إيه؟ يبقى معزز، يعني ناجح ومحبوب، والمشاكل تيجي وتروح لكن ما تهدوش.
وذول معرفة متشدد القوة، يعني الإنسان اللي عنده معرفة روحية قوي بربنا وينتصر على الأيام. لأنك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشيرين. كلمة التدابير دي كلمة مهمة. كلمة التدبير هي في العلم الحديث هي كلمة إدارة أو إدارة وتخطيط، وانتوا عارفين ان ده علم كبير قوي دلوقتي، علم الإدارة والتخطيط. فبالتدابير علم تعمل حربك، يعني لو داخل في مشكلة كبيرة أو حرب اقعد وفكر وخطط واحسب وتروه واسأل، اسأل ذوي الخبرة. عشان كده بيقول الخلاص بكثرة المشيرين. تدخل في موضوع انت مالكش فيه وتطلع من دماغك وخلاص، طب مش في ناس اكثر خبرة؟ مش في ناس في الموضوع ده فاهمين عنك؟ ما تروح تسألهم. لخص المسيح له المجد الجملة دي بطريقة تانية لما قال لا يجلس اولا ويحسب ايه؟ حساب النفقة. هي دي اللي بيسموها التدبير، حساب النفقة، يعني بيخطط يحسب ما عنده ما يلزم لكماله، يعني ايه امكانياته ايه والهدف البعيد ايه والخطة عشان نوصل للهدف ده ايه وهنوصل له ليه، عاوزين نوصل لايه في الاخر، واللي معاك دول جاهزين للموضوع ولا مش جاهزين. كل دي دراسات لازم تتعمل قبل ما تدخل في اي موضوع. عارفين دي زي في بلادنا ايه، شباب كتير يعمل مشروع ويضيع القرشين اللي عنده. هو ناقصه ايه هنا؟ ناقصه تدبير. هو مجتهد وكان عاوز يتعب، بس يا ابني درست السوق، عملت حاجة اسمها دراسة جدوى، يعني ما جدوى ما تفعل، ايه قيمته، هل السلعة او المنتج ده مطلوب عند الناس، هل هتعرف تسوق قبل ما تقول اعرف انتج، هتعرف تسوق ولا هتنتج من غير ما تبيع، طب ايه قيمته بعد كده. فتلاقوا شباب كتير يندفع يقولك لقيت مشروع دخلت فيه وحط القرشين اللي معاه، وبعدين يرجع يندم او يستلف او يتعذر. هي المشكلة ببساطة انه ناقصه تدبير. التدبير كان لازم تفكر هتوصل للهدف الاخير ازاي، وبعدين لو ما لقيتش انه مناسب ما تدخلش خالص. يبقى من الاول الموضوع مش بتاعك حتى لو شكله حلو. ده بتوصل ان في ناس بتهاجر، نسألها هاجرتوا ليه؟ ما يلاقوش اجابة، يقولوا عشان جات لنا الظروف كده، جات تسهيل. ها بس انت كنت عاوز تهاجر؟ لا. طب ايه غرضك؟ مفيش غرض، هو بس جات لنا الفرصة، وعشان جات الفرصة تصافر. ما هو مين قال هي دي السماء؟ احنا مش بنتكلم عن الابدية. انت ده يناسبك ولا ما يناسبكش، وكنت عاوز توصل له ليه؟ بالراحة فكر. فهنا بيقول بالتدابير تعمل حربك. لو داخل معركة مع الشيطان، ما انت عارف ان الشيطان بيدخلك عن طريق ابواب معينة، يبقى اول تدبير تعمل ايه؟ اقفل الابواب اللي بيدخل منها الشيطان. لكن هتفضل تقول بقع بقع بقع، كل يوم بتقول بغلط بغلط، يا ابني ما تقفل الباب، ما هو الباب ده بيجيب لك المشاكل، اقفله الاول وبعدين نشوف نجاهد بعد كده ازاي. هو ده التدبير ببساطة، انك تفكر الاسباب ايه والعلاج يجي ازاي، ومين اللي يرشدك في المرحلة دي، ومين الشخص المناسب اللي يتحط في المكان المناسب. كل ده اسمه التدبير. والتدبير ابن الحكمة او بنت الحكمة. يعني قيل عن المواهب الروحية المدبر ففي التدبير. اذا في ناس عندها مواهب، عندها موهبة زي الوعظ كده، ويمكن زي المعجزات، في موهبة تاني اسمها التدبير، في واحد مدبر. وإن كان التدبير ممكن يكتسب بخبرة الحياة وبالصلاة وبالتواضع وبالدراسة، فالإنسان يكتسب حكمة التدبير فيبقى مدبر في المواضيع الفلانية. لكن الكتاب وصف إن التدبير موهبة. لأنك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشيرين. طب عاوز تخلص يبقى ما تمشيش لوحدك. عشان النهاردة في ناس بتتصور أنا الروح القدس فيا، يبقى أنا الروح القدس يقول لي أنا مش محتاج أسمع حد.
طب يا حبيبي الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر. ما هو الإنجيل نفسه اللي انت بترجع له قال كده، اللي مالوش كبير يرشده ده بيقع زي ورقة الشجر كده، شوية هواء تطيره. غير الشجرة المغروسة عند مجاري المياه، يبقى ده محتاج إرشاد. فكنيستنا رتبت لنا حسب تعليم المسيح أب اعتراف، ياخد بإيدك ويرشدك ويوجهك، وإن كان برضو إيه ما يمنعش أن يبقى لك صديق روحي أو شخص تأتمن وترجع له في أمور روحية. الخلاص بكثرة المشيرين. الواحد بيتعجب من قرارات كبيرة تطلع في لحظة كده، ازاي سألت تقصيت صليت درست؟ لا درست ولا صليت ولا سألت، امال داخل على موضوع كبير ازاي؟ ده موضوع كبير على الاقل الثلاث كلمات دول، صلي كويس، ادرس كويس، اسأل كويس، فكر كويس، وبعدين شوف تعمل ايه. الحكم جمع الحكمة عالية عن الاحمق لا يفتح فمه في الباب. يعني ايه الوش الاخر بقى؟ الشخص اللي تنقصه الحكمة شخص احمق، ده ما حدش يسمع له صوت، ده ما حدش يمشي ورا كلامه، ده لما يتكلم تلاقي الناس ايه لا تعير انتباه، لان عارفينه بيقول كلام فارغ. فهنا الحكم عالية عن الاحمق، لانه شخص لم يسأل ولم يدرس ولم يتعلم ولم يتتلمذ ومش عاوز يتعلم، هو بيقول كلامه خلاص. وفي ناس كتيرة في الزمن ده تحب تتكلم من غير ما تدرس ولا تسأل ولا خدت خبرات الآخرين ولا حفظ كلام الإنجيل، لكن من ناحية الكلام كلمه كثير. الحكم عالي عن الأحمق لا يفتح فمه في الباب. المفتكر في عمل الشر يدعى مفسدا. ليس الذين يفتكرون في الشر حكماء، لأنه أحيانا الناس بتقول كلمة حكيم على شخص لئيم. الكلمة دي ممكن تستخدم فيقول لك ده ذكي جدا، ويقصد بذكائه أنه يعرف يسرق الناس بأقصر الطرق، بس بيسموه ذكي أو بيسموه حكيم. وعلى فكرة الإنجيل خد بنفس الطريقة دي عشان يورينا بس وضع الدنيا إيه. فقيل مثلا عن أخي توفل أنه كان حكيم، بس أخي توفل لئيم مش حكيم، بمعنى أن حكمة أرضية شيطانية. ده قال لابن داود، قال لابشالوم يعمل خطية معينة عشان تبقى الوقعة لداود وقعة سودة ما تتصلحش. تصوروا بقى لما واحد يشير على واحد بهذه المشورة السيئة، ده لؤم، ده خبص، ده دهاء، دي حكمة تبع الشيطان. فهنا عاوز يقول حسبه مش كل واحد ذكي أو بيتكلم كويس نقول عليه حكيم. أيوة ممكن حكمة بس بتاعت الدنيا مش بتاعت ولاد ربنا دي. يعني في أمور كتيرة في السياسة والاقتصاد عاوزة حكمة وعاوزة خبرة في الحياة، بس للأسف الحكمة دي ممكن تخلي الناس إيه تستغل بعضيها وتسرق الناس وتوصل لمكاسب عالية ما تستاهلهاش، وكل ده يقول لك فهلوة، يقولوا ذكاء، يسموها حكمة. فهنا بيقول المفتكر في عمل الشر يدعى مفسدا. يعني المفروض تميز وتقول لا، اللي بيفكر يأذي أو يسرق ده ما يتقالش عليه حكيم، يتقال عليه مفسد، لأنه ده بيفسد المجتمع كله، لأنه في الآخر بيوصل لغرضه بس بعد ما يكون داس على ناس كتير قوي وداس على مبادئ كتير قوي. فكر الحماقة خطيه. برضو هنا في حكمة أخرى، أن قبل الفعل دائما يكون في فكر. فقبل ما نوصل لفعل السرقة في فكر الطمع، قبل ما حد يوصل لفعل الزنا في فكر الشهوة، قبل ما يوصل حد لفعل الأذى والقتل كان في فكر الغضب. فهنا إذا كنت عاوز تعالج الفعل لازم تبدأ بإيه؟ بإصلاح الفكر. فبيقول فكر الحماقة خطيه، يعني لا تنتظر الفعل، لازم تتعامل مع الفكر. وده بالضبط اللي علمه المسيح لما قال من القلب تخرج الأفكار الشريرة.
يعني المعمل الداخلي هو اللي بيطلع كل حاجة. هيرودس يوم ما دبح أطفال بيت لحم ده فعل رديء جدا، بس كان فيه جوه هيصة، أفكار خوف من المسيح وأفكار انتقام وأفكار كبرياء وأفكار غرور باطل، كل ده طلع في الآخر على شكل فعل رديء وأمر بذبح أطفال بيت لحم. فكر الحماقة خطية ومكرهة الناس المستهزئ. الناس ما تحبش الشخص اللي يسخر من غيره أو اللي يستهزئ بالمبادئ أو بالبشر. يعني ممكن تقعد قاعدة تلاقي شخص ساخر مستهزئ بيتريق على واحد تاني، الناس تجاريه وتضحك للأسف، إنما يقلقوا منه، ما يقدروش يثقوا فيه، لأنه منين ما بيقعد بيقلبها سخرية واستهزاء، فيقول لك طب ما بكرة أنا هغيب هيكلم عليا نفس الكلام ده في ظهري، وده ما بيحترمش حد، ده ماسك كل واحد تريقة. ففكر مكرهة الناس المستهزئ، وللأسف برضو شباب كتير يجدوا متعة في إن هم يستهزئوا بأي حاجة وبأي شخص، ويبقى الضحك ده هدف للحياة. طبعا ده شيء يعني لا يليق بأولاد الله، عشان كده يقول في مجلس المستهزئين إيه؟ لا يجلس. احنا مش عايزين نضحك وبس، وماله لو ضحكة حلوة طالعة من القلب كده بسيطة، لكن مش على حساب أذى أي إنسان، مش بنتريق على شخص ولا نضحك عليه. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. الآية دي عاوز أقف عندها شوية لأنها حكمة عميقة في التجارب. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك، يعني إيه؟ يوم الضيق الأول هو يوم التجربة، في واحد جاله مرض أو تجربة كبيرة في شغله أو في ولاده أو في عيلته أو ظلم في حياته، ده اسمه يوم الضيق. في يوم الضيق لا ترتخي. لا ترتخي هنا بمعنى إيه؟ ما تستسلمش، ما تيأس، ما توقفش كده إيه عاجز وكأنك ما فيش حاجة تتعمل. لا، اصلي، اثبت في إيمانك، امسك في ربنا، اصرخ، اعمل كل ما في وسعك لكي لا تضيق قوتك. يعني أنت قوي، التجربة أو الضيقة بتزيد قوتك، بس لا ترتخي. الارتخاء بمعنى هنا اللي ما فيش فايدة، عارفين كلمة ما فيش فايدة؟ تخلي الإنسان يضعف. فكرنا مثلا بإيليا النبي، جاءه يوم ضيق، إيزابل الملكة الشريرة بعتت له مرسال إنها تموته، حاجة تضايق، خبر مزعج، انذار من إنسانة مفترية. إنما وقع في هذا اليأس والارتخاء، طلب الموت لنفسه وقال موتي خير من حياتي، وما سمعناهوش يصلي في الأول، فضاقت قوته. ده إيليا ده كان قبلها منزل نار من السماء، وقبلها كان قافل السماء من المطر وفتحها، يعني قوي جدا. إيه اللي جرى لك يا إيليا؟ ضاقت قوته حين ارتخى في يوم الضيق. لما وقع في اليأس لقينا إيليا الجبار ده شكله ضعيف، هو ده إيليا؟ عشان كده على طول ربنا استدعاه للجبل ورجعه الروح الصلاة. إيليا أنت بتحصلها وأنت مش عارف الحل؟ الحل عندي في الجبل، تعالى المغارة بتاعتك، حكي معايا، امسك فيا، لا ترتخي قوتك، أنت أقوى من كل ده. وفعلا رجع إيليا قوي جدا، وطبعا استمر في قوته، إيزابل دي راحت الحل. لكن إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. لما تجيلك أيام شديدة سيب اللي في ايديك وزود صلاتك، مش تكتئب وتقول طب حتى الصلاة مش هصلي، انت بتضيع روحك دلوقتي. لما الحكاية تشد عليك ده مش معناه تتغاظ فتقول مش هصلي ولا اقرأ انجيل ولا اجي قداس، انت بتضيق على نفسك بالاكثر، انت بتكملها على روحك، انت بتزود وجعك بالبعد عن ربنا. بينما المطلوب في الوقت ده ايه؟ تشد حيلك، تشد حيلك بالمعنى الروحي، يعني تتشدد بالرب، تتشدد بالصلاة، تتقوى بالنعمة،
تمسك في ربنا أكتر، تيجي الكنيسة أكتر، فلا ترتخي قوتك. ومن هنا بنلاقي ناس مجربين جبال، متوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع. وفي واحد تاني تجيله تجربة صغيرة تلاقيه وقع على الأرض وقعد يعيط وبيشكي ربنا ومتغاظ من اللي بيحصل. طب يا حبيبي صلي. لا مش هصلي، انت الخسران. ما انت لو قفلت من الصلاة والقداس والإنجيل ضاقت قوتك. ده هي دي المناعة الروحية بتاعتك، إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. ارتخيت من الرخاوة يعني إيه؟ يعني ما ينفعش في زمن حرب والناس تنام براحتها. إذا كانت أيام حرب يبقى لازم سهر ولازم تشدد ولازم جدعنة. فبدال الأيام فيها نوع من الحرب الروحية أو الضغط النفسي، دي عاوزة مضاعفة العمل الروحي. يبقى في الحالة دي على طول بدل ما ترتخي قواك تتضاعف قوتك. ولا تضيق القوة بالضيقة، يبقى الضيقة جابت نتيجة حلوة. زي التلات فتية، التلات فتية تحطوا قدامهم نار مرعبة. يقولوا اللي كانوا بيحموا الأتون هم نفسهم اتلسعوا وماتوا كتر ما الأتون مفزع مرعب، بس هم ايه، خدوها صلاة وتسبيح وشدوا نفسهم بالقوة الروحية فدخلوا جوه النار. ظهر شبيه ابن الآلهة، المسيح ظهر وعزاهم وشجعهم وانتصروا على التجربة. دانيال اترمى بجب الأسود، موقف مرعب، لم يرتخي، واخدها صلاة واتكال على الله وثقة في وعود الله ولم ترتخي قواها، لم تضيق قوته. يبقى الضيقة زي ما قالها كان البابا شنودة الله ينيح روحه، هي ما يضيق بها القلب. الموضوع نسبي، الضيقة ما تقدرش تحط لها قواعد واحدة. في واحد فقير تقول له يا عيني ربنا مضيق عليك، يقول لك أبدا، ده ربنا مدلعني آخر دلع، ده أنا مش ناقصني حاجة أبدا. وبالنسبة لك أنت إيه العيشة دي، ده قمة الفقر. بس هو لا يضيق بها، هو من كتر ما قلبه واسع وإيمانه قوي هو قلبه راضي، فمش حاسس أنها ضيقة. زي مرة قاعد مع مريض، ومريض في حالة صعبة جدا، فلقيته بيقول لي حاجة ما كنتش فاهمها. يقول لي هو ربنا سايبني ليه؟ أنا متعود سايبني يعني زعلان عشان المرض ده، مش بيبعت لي أي تجارب. بيبعت لي أي تجارب؟ واللي أنت فيه ده إيه، فسحة؟ ده أنت في حالة أي واحد يخاف منها، ربنا بيدلع فيه. وهو في مرض شديد وأيام صعبة ومش لاقي دواء وحاجات كده، إنما هو قلبه أوسع من الضيقة، فبالنسبة له مش متضايق. هي حاجة تضايق العادي، بس هو مش متضايق. ليه؟ لأنه قوي ربنا. فإن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. لو بطلت صلاة بعدت عن ربنا، اللي كنت بتحتمله قبل كده مش هتعرف تحتمله. والعكس، لو دخلت على تجربة جديدة ضيقة وصليت أكتر، اللي كنت ما تقدرش تحتمله هتلاقي نفسك محتمله. فالموضوع نسبي، الموضوع كله مرتبط بدورك أنت، هل ترتخي قواك وتستسلم ولا تضاعف القوة الروحية وتتقوى بالنعمة. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. انقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل، لا تمتنع إن قلت هو ذا لم نعرف هذا. أفلا يفهم وازن القلوب وحافظ نفسك ألا يعلم؟ فيرد على الإنسان الإنسان مثل عمله. يعني إيه الآية دي؟ يعتقد في الأيام الأولى زمان سليمان والأيام دي، كانت من عادات الشعوب لما يكون واحد واخد قرار إعدام يطلع منادي يمشي قدامه يقول الراجل ده هيعدم عشان عليه الحكم الفلاني بسبب التهمة الفلانية، بحيث فرصة لأي شخص يعرف معلومة تنفع الشخص ده يحامي عنه. ولو تذكروا قصة سوسنة العفيفة، حصل الموقف ده في حياة دانيال وهو شاب صغير، فكانوا واخدينها ترجم
على اعتبار وقعت في الخطية، إنما دانيال وقف وقال أنا معترض على الحكم، وقال أنا عندي رأي تاني، وفعلا اتغيرت المعايير. فهنا بيقول انقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل لا تمتنع. يعني لو عندك شهادة حق تنفع إنسان، ما تقفش متفرج وتسيب الظلم يكمل. أنت شايف إن في إنسان هيتظلم وأنت عارف الحقيقة، هتسكت تمتنع عن الكلام وتسيب الظلم يكمل؟ طب ما تقول. ولو قلت أنا ماليش دعوة، تفتكر ربنا مش واخد باله إنك عارف وإن كلمتك كانت تفرق وإن كان ليك دور؟ أدي المقصود بالكلام. يعني كإنسان خليك صادق وشجاع، وما تسكتش عن الشهادة للحق لو في شهادة أنت عارفها كويس. لو أنت متأكد أن في شخص مظلوم، ما تقف تدافع عنه، ما تخافش. هيحصل إيه يعني؟ عارفين في سيرة البابا كيرلس السادس، في بداية حياته كراهب ظلم بعض الرهبان. فالبابا كيرلس وهو لسه راهب شاب صغير شهد للرهبان دول، وكان ده على يعني عكس هوى الموجودين في الدير في الوقت ده، لدرجة انه طلع يخدمهم برا الدير لانه كانوا رهبان يعني غلابة كبار في السن. فخرج ابونا مين المتوحد، ودي كانت بداية توحده في الطحونة، عشان يخدم الرهبان دول اللي كانوا في نظر ابونا مين مظلومين، لكن ما قدرش يسكت عن الحق، وقال كلمة حق ما كانتش عاجبة مثلا رئيس الدير في الوقت ده. فدارت الأيام وربنا اختاره يبقى قديس عظيم وبترك. إذن هنا لا تسكت عن الشهادة للحق. انقذ المنقادين إلى الموت الممدودين للقتل لا تمتنع. إن قلت هو ذا لم نعرف هذا، يعني لو قلت أنا ما عرفش، تفتكر ربنا هو مش عارف انت عارف ولا مش عارف؟ فبيقول أفلا يفهم وازن القلوب. يعني ايه؟ يعني هتكذب على مين؟ أو ممكن تكذب على الناس وتقول أنا ما عرفش، لكن ربنا عارف. في قصة المولود أعمى، اليهود ما كانوش عاوزين المولود أعمى يشهد للمسيح، والراجل من فرحته بالشفاء بيتكلم عن المسيح بفخر، فجابوا أبوه وأمه قالوا له ده ابنكم؟ فقالوا آه. كان أعمى؟ أيوه. طيب حصل له كده إزاي؟ قالوا ما نعرفش. طبعا هو كان قايل له، بس هما مش عاوزين يشهدوا للمسيح. فيعلق القديس يوحنا في يوحنا 9 ويقول لأن اليهود كانوا قالوا ساعتها اللي هيشهد للمسيح هيطردوه من المجمع. فأبو أمه، أبو الأعمى وأمه، قالوا ما نعرفش. هو كامل السن سألوه وتملصوا من الإجابة. ليه؟ مش عاوزين يشهدوا، لأنه في تهديد للي هيشهد لصالح المسيح. فرجعوا تاني، المولود أعمى بقى كان شجاع ومش فارق معه حق، قالوا له قول تاني حصل إيه؟ قال لهم أنا مستغرب، من البدء لم يعرف أنه في حد فتح عيني المولود أعمى. يعني الحكاية واضحة زي الشمس، مالكوا بتلفوا وتدوروا ليه؟ فاتغاظوا منه وشتموه وطردوه في الآخر. انقذ المنقادين إلى الموت، إذا كانت دي تطبق حرفيا على أنك لو لقيت إنسان مظلوم ما تسكتش إذا كنت تعرف حاجة بجد. بالأهم منها بقى المعنى الروحي. المنقادين إلى الموت أو الممدودين للقتل، دول ملايين من البشر اللي سكتهم رايحة على فين؟ على الموت الأبدي، على جهنم. كل اللي ما يعرفش المسيح له المجد ومش ثابت في الإيمان والتوبة والتناول، ما هو ده ممدود للقتل. لا تمتنع، انقذهم. فالرسالة لينا كلنا، ما يصحش نسكت على ناس حوالينا يكونوا منقادين إلى الموت. ما أي إنسان بعيد عن ربنا ينطبق عليه المعنى ده، منقاد إلى الموت، ممدود للقتل.
يعني بس تخلص أيامه ويأخذوا الشيطان على الجحيم. إذن أنت ساكت ليه؟ لا تمتنع. وإن قلت هو ذا لم نعرف، يعني ممكن واحد يقول لا ما أنا بعرفش أكرس دي ولا أعرف أوعظ ولا أعرف أتكلم، تفتكر ربنا مش عارف أنك مش عارف تكرس؟ كان هيديك نعمة، يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه، ما كان ربنا هيشتغل معاك. هو أنت لو قلبك كلك على إنسان وشغلك بخلاص الناس، ربنا هيسيبك تخدم لوحدك؟ هو مش عارف ضعفك؟ ما هو عارف، كان هيشتغل بيك وكان هيحط كلام على لسانك وكان هيفتح لك أبواب مقفولة، بس أنت أظهرت الغيرة، أنت حسيت بمسؤولية على اللي حواليك، أنت باصص لناس كتير أن هم ممدودين للقتل فصعبانين عليك، فبتصلي يا رب اديني نعمة في الكلام، افتح يا رب الباب، قويني عشان أعرفهم طريقك. لا تمتنع، بالضبط زي اللي قاله المسيح أنتم ملح الأرض، إن فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد للشيء إلا أن يداس من الناس، يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا تمتنع، بدل أنت النور لازم تنور. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، يبقى امتنعت عن الإنارة، امتنعت عن دورك، أنت عارف رسالة والرسالة تنقذ ناس، تقولها ولا ما تقولهاش؟ لازم تقولها، ولو ما قلتهاش تبقى شاركت في أهلكهم، تبقى مسؤول بدرجة عن النتيجة، لأنك كنت شايفهم ماشيين في سكة غلط وانت قاعد تتفرج وساكت. احنا يا أحبائي قدام الآيات دي نقف خجلانين، لأن أغلبنا عارف ناس كتيرة بعيدة ومش بيعمل حاجة، يمكن لا يعنينا حتى نصلي لهم، يمكن نكسف نسألهم أو نكلمهم عن ربنا، ونقعد بقى نقول أصلا أنا ما أعرفش، أصلا أنا أخاف يتضايقوا مني. يتضايقوا منك ولا يهلكوا؟ وافرض اتضايقوا، مش يمكن ربنا يشتغل بالكلام ويخليهم في الآخر يستفيدوا؟ ما أحيانا واحد يتضايق من واحد ويرجع بعد كده يقول بس الكلمتين اللي قالهم نفعوني، زي ما بيقول فليؤدبني الصديق ويوبخني برحمة، أما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسي. لا تمتنع، خدوها الليلة دي كده، شوف واحد في العيلة أو في القرايب أو في الناس المعارف اللي حاسس إن هم لو مشوا النهاردة في الغالب مصيرهم الأبدي وحش، لأنه أنت شايف حياتهم ملخبطة بدون إدانة. لماذا تمتنع عن الكلام؟ ليه ما بتعملش أي دور؟ ليه واقف تتفرج على الناس دول؟ دي مسؤولية. ربنا قالها في حزقيال، قال له يا ابن آدم أنت لو شفت إنسان بيغلط وفضلت ساكت هطلب دمه منك، لكن لو أنظرته دمه يبقى على رأسه. طب على الأقل أنذره، عشان كده القديس بولس يقول أنذروا الذين بلا ترتيب. يعني ما تلاقي واحد ما فيش أي ترتيب في حياته للأبدية، مش حاطط السماء دي في دماغه خالص، أنذره، قل له ما احنا كلنا هنمشي، الخناقة اللي انت فيها دي هتوصل لإيه؟ الجري ده كله هيوصل لإيه؟ الشر ده هيوصل لإيه؟ أنذروا الذين بلا ترتيب. لو زعل مش الأفضل يزعل منك ولا يهلكش، ما يمكن الزعل ده بداية تغيير بعد كده. وطبعا رابح النفوس حكيم، انت ممكن تنذر وتعرف وتخدم من غير ما تخسر اللي قصادك، بطريقة وديعة فيها طولة بال فيها حكمة. انقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل، لا تمتنع. إن قلت هو ذا لم نعرف هذا أفلا يفهم وازن القلوب؟ يعني لو قلت أنا معرفش حد هيهلك، هو الكلام ده يخلي على ربنا؟ هو وازن القلوب شايفك فعلا ما تعرفش حد؟ ده كلام. ولو قلت معرفش أتكلم عن ربنا أفلا يفهم وازن القلوب؟ هو ما قال أنا ممكن أشتغل بيك، وقال قوتي في الضعف تكمل، وقال يعطيكم ما يجب أن تقولوه، وقال يفتح الرب بابا للكلام. طب وازن القلوب عارف وهيحطك في الحتة اللي تنفع فيها.
بس انت ممتنع لانك انت الموضوع مش شغلك، ممتنع لانك انت مش بتحب الناس، مش حاسس بالمسؤولية. ان قلت هوذا لم نعرف هذا افلا يفهم وازن القلوب وحافظ نفسك الا يعلم. طب اللي حفظك كل الايام مش حافظك عشان رسالة؟ يعني ربنا ادانا العمر كله، هل بس عشان نعمر في الدنيا يعني ونوصل للتسعين سنة والمئة سنة؟ وإيه قيمة العمر؟ حافظ نفسك، حفظك من أجل خلاص آخرين. ربنا اداك عمر عشان في ناس تانية يمكن خلاصها مرتبط بيكم، في نفوس معلقة عاوزة خدمتك، عاوزة سؤالك، عاوزة حبك، عاوزة صلاتك، عاوزة اهتمامك، عاوزة تشجيعك، عاوزة دور منك. حافظ نفسك ألا يعلم، يعني اللي حفظك كل الأيام هو مش عارف إرسالتك ومش عارف ينفع تعمل إيه وما تعملش إيه. فلنحذر يا أحبائي، لأننا أغلبنا ما عندناش الحكمة دي، حكمة المسؤولية عن الآخرين، حكمة الإحساس أن في ناس بتهلك كل يوم بسبب عدم المعرفة. ناس كتير عايشة غلط وبعيدة وملخبطة، وإحنا ساعات نبقى واضحة الصورة قدامنا ومش راضين نرشدهم. تصور أنك عرفت معلومة ممكن تنقذ إنسان، معلومة أن مثلا في حاجة بتتباع الحاجة دي فعلا تموت، وتأكدت منها، مش بسرعة هتبلغ كل حبايبك لحسن واحد منهم يشتريها ويموت. ده أبسط دور هتعمله. طب إن امتنعت إنك توصل المعلومة دي، ولو حصل حاجة لحد أكيد تبقى أنت مشترك في النهاية دي. طب ما هي نفس الفكر، إحنا عارفين إن المسيح طريق السماء، باب السماء، راعينا الصالح وفادينا ومخلصنا، وليس بأحد غيره الخلاص. حوالينا ناس كتير بعاد عن المسيح. طيب لماذا تمتنع عن الكلام عن المسيح؟ ليه بتخجل؟ يوحنا المعمدان شاور على المسيح وكان هيموت ومش همه، بس عمل رسالته. وبعدين حافظ نفسك هيحفظك، تتكلم او ما تتكلمش ربنا مسؤول عنك. القديس بولس تعرض للموت مئات المرات، وكل مرة كان ربنا يحفظه. لو هو خاف ما كانش عمل اي كراسة. لو بطرس خاف كان قاعد في بيتهم من بدري. لو القديس استفانوس خاف، لا، كل دول كانوا عايشين بمبدأ ربنا هو الحافظ، احنا نعمل رسالتنا وهو المسؤول عننا. حافظ نفسك ألا يعلم فيرد على الإنسان مثل عمله. يعني ايه؟ اذا كنت انت امين في عملك وخدمت الناس وكسبت نفوس للسماء تجازى مكافأة كبيرة قوي. وإذا أهملت رسالتك وما وصلتش الخلاص للي حواليك أيضا تسأل عن عملك، لأن يجازي كل واحد إيه؟ حسب عمله. يرد الإنسان على حسب عمله. شوفوا آيتين يحركوا الكرازة، طبعا ضمن آيات كتير قوي. آية في دانيال 12 تقول الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم. يعني اللي بيرجعوا الناس للبر دول هينوروا في السماء زي الكواكب. ما تحبش تبقى كوكب في السماء؟ يضيئون كالكواكب، تبقى منور إلى الأبد. طبعا ده كلام ربنا، ربنا مش بيبالغ ولا بيكذب. نفس المعنى قاله القديس يعقوب في العهد الجديد بطريقة تانية. الذي قال من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت، لأنه رده عن ضلال طريقه، يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يبقى ما فيش شغلة في الدنيا أجمل من أنك ترد الناس عن طريق ضلالهم إلى البر، لأنك تستر كثرة من الخطايا، تنقذ ناس من الموت، وأيضا يبقى لك كوكب في السماء. لا تمتنع. يعني إيه؟ مسيح مرة له المجد ظهر لبولس نفسه، مسيح نفسه ظهر لبولس في كورنثوس قال له تكلم ولا تخف، لا يقع أحد بك يؤذيك، أنا مسؤول عنك، أنت خايف ليه؟ كلم ما يهمكش. وكانت بلد صعبة قوي كورنثوس دي، كلها فلسفة وكلها إباحية
وكان بولس خايف وقال أنا هسيب البلد وأشوف لي حتة تاني. قال له اتكلم ما تخافش، لا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة، لي ناس كتير عاوزة تعرف. وفعلا مسافة سنة ونص بقت الكرازة بتمشي في كورنثوس زي النار. نقرأ الآيتين دول: انقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل، لا تمتنع، إن قلت هو ذا لم نعرف هذا أفلا يفهم وازن القلوب، وحافظ نفسك ألا يعلم، فيرد على الإنسان مثل عمله. يعني في الآخر هم يومين هيعدوا، بس في الآخر هتحصد تعبك. تعبت في إيه بقى؟ في الدنيا شغل وفلوس وكده، وإيه قيمته ده؟ ولا تعبت في كسب النفوس فيرد عليك حسب عملك؟ كل نفس غالية قوي عند ربنا. أختم بالآية اللي جاية: يا ابني كل عسل لأنه طيب وقطر العسل حلو في حنكك. طبعا هو مش بيتكلم عن العسل العادي، هو كلام ربنا دايما زي العسل، يعني هو يقصد الحكمة أو كلمة الله اللي يخليك تقدر تنقذ نفوس، تخدم ناس بعيدة، تشد ناس بعيدة. كل كويس، اتغذى، خد كلام ربنا ده واشغل نفسك بيه، فيبقى عندك كلمة قوية من عند ربنا. فلما تتكلم ما تبقاش انت اللي بتتكلم، يبقى ربنا اللي بيتكلم. طب كل كويس عشان وراك شغلة كبيرة. شغلة الخدمة والكرازة دي شغلة كبيرة، عاوزة واحد يتغذى، بس مش يتغذى أكل الدنيا. كل عسل لأنه طيب، كلام ربنا حلو، ولما تتغذى بيه تعرف تنقذ الممدودين للقتل، تعرف تشد من النار زي ما قالها القديس يهوذا، قال منتشلين من النار. تصوروا المنظر ده، انك تبقى بتخطف واحد من النار، دي عاوزة رجالة مطافي أقوية عشان يبقى واحد خلاص داخل النار تدخل ايديك وتتلسع وتشد وتطلع. عاوزة واحد قوي، بس قوي روحيا، لأن الشيطان بيشد من ناحية وانت هتشد من الناحية التانية. فكل عسل لأنه طيب وقطر العسل حلو في حنكك، لإلهنا كل مجد وكرامة.